بسم الله الرحمن الرحيم. اولا تنشكر السلطات المحليه على القيام الواجب ديالها، وفي اطار اتخاذ ديال التدابير الاحترازيه من الحد من انتشار ديال وباء كورونا، هذه مبادره مزيانه باش يتعمم التلقيح في جميع المدن المغربيه ان شاء الله. وكنتمنوا الناس اللي ما مشاوش يلقحوا يلقحوا، والناس اللي قربت الوقت ديال الجرعه الثالثه يمشيوا يديروها باش ان شاء الله تكون مناعه جماعيه ونحدوا من انتشار ديال الوباء. يعني جيتي شديتي الطابور ديالك او الصف دليتي شنو الجواز ديالك؟ خويا ورينا الجواز، ورينا المواطن كدلي بالجواز ديالك وبالبطاقه الوطنيه باش الجواز، ورينا غير الجواز وجواز التلقيح، ورينا من جهه اخرى من جهه اخرى باش نعرفوا. كدلتي السلطات دليتي مرحبا بك، مرحبا، كتعطيهم بطاقة جواز التلقيح وبطاقة وطنية باش يتأكدوا من الهوية ديالك، يعني الأمور عادية عادية، يعني كاين سيولة، كاين ثلاثة في مراقبة، يعني ما كاينش هذا واحد الإجراء اللي هو بسيط باش المناعة الجماعية تكون عندك باش نرجعوا الحياة الطبيعية ديالنا ترجع كما كانت إن شاء الله. هذا يعني إجراء طبيعي وسلس وسهل باش الولوج للإدارة العامة. شكرا للمواطن علموا باش على منبر وقناة فاس نيوز بالنسبة للتلقيح. كنتمناو الناس اللي مازال ما لقحوش يمشيوا يلقحوا، والناس اللي داروا الجرعات بجوج اللي فاتت الثانيه 6 شهور يمشي الاقرب مركز ديال اللقاح اللي قريب ليه ويلقح، يدير الجرعه الثالثه ان شاء الله باش تكون مناعه جماعيه وباش تعود للحياه الطبيعيه ديالها ان شاء الله. ان شاء الله الوجهه ديالك كما ديال طنجه ان شاء الله. ان شاء الله. السلامه، وكنشكرك على بارك الله فيك على المباشر اللي كنتي معنا وعلى التصريح ديالك. شكرا فيك. شكرا. كما كنلاحظوا كاين المسافرين اللي جاوا، يعني سوف كانوا هذه المسافرين اللي ياخذوا القطار. يعني كتكون مسؤولة الآن داخل المكتب بأخذ المعطيات وإدخال فينا المعلومات. السلام عليكم. الان معنا واحد المواطن اللي عاد تلقى الجرعه ديالو هنا، كان هادي سافر. الوجهه ديالك فين كانت الاخ ديالك؟ الوجهه ديالي كانت مدينه سي سليمان ان شاء الله في حويجه. كنتي داير الجرعه الاولى؟ كنت دايرها؟ لا عاد درت الجرعه الاولى ان شاء الله. درت الجرعه الاولى خديتيها هنايا؟ هنايا. يعني استقبلوك مزيان، جاو عندك الناس؟ مزيان الحمد لله، كلشي داز مزيان، ما كاين لا تخوف لا حتى شي حاجه. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. رساله توجه رساله للمواطنين اللي مازال ما خدوش الجرعه ديالهم. كنوجه رسالة ديالي للمواطنين انكم ديروا الجرعه الاولى باش ما تطيحوش في هذا الاحراج مع اعوان ديال السلطه، حاشا ما تيقوموا بالواجب ديالهم. كنتمنى تاخذوا الجرعه الاولى ومن بعد ان شاء الله يعطيكم الموعد الجرعه الثانيه، وان شاء الله هادشي هذا كيدوز ساهل. يعني الانسان ما يحتاجش يكون عنده واحد التخوف ولا شي حاجه، الحمد لله كلشي كيدوز في سلام. وتحيه للفاس نيوز. مشاهدينا متابعينا فاس نيوز، الان معنا احد المواطنين من جنوب الصحراء الذي عطينا الكلمه ديالو. وي مسيو. بونجور مسيو، موسي حسن عبد الرزاق. موسي حسن عبد الرزاق، جو اتيديان نيجيريا ici à Fès. Je suis là pour prendre ma seconde dose contre le vaccin du Covid afin de pouvoir me tenir en bonne santé. Vous attendez votre deuxième dose? Vous avez déjà pris la première dose? Où vous l'avez pris? Ici, à la salle couverte du 11 janvier. Et maintenant, pour voyager, ils ont exigé l'autorité pour prendre la deuxième. Comment vous avez trouvé l'accueil et la disposition de ce bureau sanitaire? Il n'y a pas de souci, tout est dans les règles. Ça assure en fonction de l'ordre de l'arrivée de tout un chacun. Donc on est. Vous êtes satisfait, vos amis? On est tous satisfaits. Alors on vous souhaite bon voyage. Et bienvenue au Maroc, toujours bienvenue au Maroc. Merci pour votre préparation. Merci. مرحبا بكم مشاهدينا ديالنا. السيد ديال دولة جنوب الصحراء حتى هو كياخذ الجرعه ديالو بحال بحال المواطن المغربي الموجودين على التراب الوطني. تبارك الله المملكة المغربية والأطر الطبية ما شاء الله الله حفظنا سيدنا، يعني ما كاينش الفرق بحال بحال كلشي بحال بحال. الجرعه ديالو هو داخلها، الجرعه الأولى ديالو هو داخلها. دخلوا المعلومات ديالو في نظام معلوماتي. هاني
Oui, ça va, ça va. L'accueil. Il n'y a pas de discrimination. Non. Pas de discrimination, mais kiff, tout est pareil. Oui. Vous êtes satisfait? Oui, je suis satisfait. Ils ont pris votre coordonnée. Inch'Allah, d'ici 21 jours, vous aurez, ils vont vous rappeler. Oui, pour vous dire la deuxième dose. Il faut prendre la deuxième dose. Oui, vous êtes satisfait? Oui, il n'y a pas de Bon voyage et merci, monsieur Moussa. Merci beaucoup. Monsieur.